داخلين بقى على الايه؟ على البنزين 95. انا مش عارف، طب ايه يا جماعه بنزين 95 ده يعني؟ ما عندنا، ما لقينا بنزين 95. خلينا، هو في 80 دلوقتي في مصر ولا مفيش؟ تالي في 80 برضه. يعني كل ما افتكر ان لتر البنزين في مصر كان بكام وبقى بكام، وكل ما افتكر انه احنا عندنا تصريحات ان مصر عندها اكتفاء ذاتي، طب في دول مثلا ما عندهاش اكتفاء، ما عندهاش ولا نقطه، فنعذرها. لكن انت بتقول لي ان انت عندك اكتفاء ذاتي من الغاز، والحمد لله عندك اكتفاء ذاتي من البترول، وبتبدا تصدر، طب بتغلي عليا ليه؟ وعندك اكتفاء ذاتي من الكهرباء وبتصدر، طب بتغليها عليا ليه؟ 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 انا يعني لما، معلش انا والله مشغول بس بحاجات، يعني فكره الاخبار ورا بعض، انا بس عايز اطلع على ما نعرض اي فيديو اللي جاي ده، هحاول اطلع لكم كندا، الدول بتقدم ايه لمواطنيها؟ او بلجيكا، او بلجيكا يعني اللي تيجي فيها الاول، اللي تيجي قدام الاول، عندنا دولتين يعني بلجيكا وكندا، فها يعني هجيب لكم واحده. نسمع بس الاستاذ خالد سعد رئيس رابطه مصنعي السيارات، وهو بيقول لنا على انه الغاز بتاع ده بنزين 95 في شكوى من عدم توافر. الفتره الاخيره بعض شركات السيارات بتشتكي من وجود مشكله في البنزين، خاصه البنزين 95، ده مش ظاهر في البنزين 92، خاصه ال 95 اللي هو اغلى واحد. اغلى واحد يعني، هو ظهر وفي الفتره الاخيره يعني مؤخرا ظهرت المشكله دي، يعني يقال ان تم اضافه ماده معينه اضافت لمده للبنزين 95 ما كانش موجود قبل كده، في الفتره الاخيره تم اضافتها، دي اللي عامله تاثير سلبي على العربيات الاوروبيه اللي جايه من اوروبا، اللي هي مطلوب فيها نسبه احتراق عالي اللي هو نسبه بنزين 95.